كده تمام. يعني لو انا جيت عملت كده قلت له كاونت خلاص، دي الهيومن باور صح. ولو قلت له الباقي بقى كل الشغل كله، عايز اقول له مجموع المرتبات. معلومه مهمه اللي هي مين؟ السالاريز، اللي هي اطلع للقسم ده مرتبات كام؟ وممكن ابقى اشوف متوسط المرتبات عشان اعرف انه قسم عنده متوسط مرتباته اعلى من الثاني، صح؟ وممكن اطلع ليه؟ ده برضه وارجع اعمل ايه؟ جو عادي مش عندي مشكله. قال لي القسم الفاضي ده 15 15 هو واحد بس، فهو ال 15 ما فيش عنده اي مشكله. القسم اللي فيه سبعه هو المرتبات كلها تطلع في الشهر 80,500، ومتوسط المرتبات 11,500 في القسم، والقسم الثاني كذا. تمام كده؟ وبالطريقه دي كده بدات اطلع معلومه جديده بقى. يعني احنا بدانا نخش في المعلومات القيمه. يعني الجوين معلومه قيمه طبعا، انه بيجيب لي معلومه متكامله زي ما شفنا ما طلعنا نتيجه الطلبه. وهنا بدانا نطلع بالمعلومات بقى كالكليت، في معلومات ليها فيها معلومات محسوبه وفيها شغل بتطلع، مش ستور، يعني مش بيانات متخزنه فبنطلعها بشكل مترتب زي ما كنا في الجوين. احنا علينا نقعد في المستوى وبدنا بنجيب معلومات مش متخزنه، هي معلومات عن المعلومات المتخزنه او معلومات محسوبه من المعلومات المتخزنه. ماشي نعديها لك. طيب طلعنا النتيجه بالشكل ده. خد بالك ان دايما بيشتغل على الصم او الكاونت او الكاونت، هو بيشتغل على الاول. تمام؟ يعني عد بالتكرار. بيعد بالايه؟ بالتكرار. ولو جيت زودت كلمه ديستنكت، يعني سم وديستنكت وجنبها جنبها السالري، ديستنكت احنا خدناها اللي هي بتجيب من ايه؟ من غير تكرار. هيعد العد من غير تكرار. ماشي؟ يعني برضو مازال اكنك بالظبط كده، ممكن تقدر تحط قبل كلمه سالري هنا حط كلمه ديستنكت. لو البيانات عندك متكرره هيجمع بشكل مختلف. فاهمني؟ يعني لو اثنين واخدين 10,000 هيعدهم مره واحده او يجمعهم مره واحده على حسب الفانكشن، او يجيب متوسطهم مره واحده. فاهمني؟ لان هو باي ديفولت بيجيب الكل تكرار، ما بيهتمش. لكن لو انت عندك مشكله في حته التكرار هتعمل الايه؟ ديستنكت. طيب شغل كده احنا القصه دي. طيب انا عايز بس اكد على بعد موضوع الجروب باي، احنا اخذنا دلوقتي جروب باي صح؟ انا بس عايز اكد على حاجه، ان السيلكت بقى شكلها عامل كده. سيلكت فروم، انا بتكلم على الترتيب. وبعدين مين؟ حلو ده. طيب والوير، وبعد الوير مين؟ جروب باي، وبعدين بعدين هافينج، والمفترض ان اخر حاجه بتيجي الاوردر باي. يعني ده عشان بس ايه، لو جمله منك كبرت تبقى عارف ترتيبك انت رايح فين وجاي لمين، مين اللي كاتب الاول ومين اللي كاتب بعدين. ما تجيش تكتب لي فروم قبل سيلكت، ما ينفعش. ولا احط جروب باي قبل فروم او بقى. يعني ده الترتيب دلوقتي، ده الترتيب بتاعنا دلوقتي. لا رغم ان في بعض الداتابيز انجنز بتعدي بعض اللخبطه، مش مشكله، بس ده الستاندرد، ده اللي تبقى بتكتبه وانت مطمن ان هو المفروض ما يعملش معاك اي كونفليكت من اي نوع. طيب عملنا حكايه الديبت ورك. طب لو انا عاوز ازود العمليه شويه، شيء بسيط يعني، لو جيت انا قلت السيتي، دخلت سيتي في الموضوع كده، انت تمام مظبوط باول قاعده من غير ما اركز اصلا ولا افكر. طالما ان في اكتر من فيلد عادي يبقى كلهم يتحطوا بعد الجروب باي على طول كده، قبل ما الخبط نفسي من غير ما اشغل مخي يعني. فلو جينا جربنا كده النتيجه هتطلع ايه؟ طلع لي قسم رقم واحد بتوع الجيزه اربعه،
ومرتباته متوسط مرتباته مش عارف ايه قد كده. وقسم رقم واحد بتوع هليبوليس مثلا اتنين وكذا كذا كذا. وفي نيو كايرو في واحد اللي هو كذا كذا. قسم اتنين طلع لي بتوع كايرو وطلع لي بتوع النيو ايه؟ بتوع النيو كايرو. خدتوا لكم من الفكره؟ هنا المعلومه بقت اكثر ايه؟ اكثر تفصيلا. ماشي؟ بقى فيها شويه تفصيل اكثر. طيب. انا مش عايز ابص على الداتا دي كلها. انا عاوز العمليه لما يكون فيها ايه؟ انا عايز الناس المتختخه اللي هي فوق ال 15,000. المناطق اللي تاخد فوق ال 15,000 اقل من كده انا مش عايز انا التفاصيل الصغيره دي. او عاوز مش عايز الناس اللي الاماكن اللي فيها واحد. عايز اماكن فيها ناس كتير عشان اطلع باص مثلا. او يعني عايز اطلع من الاخر كونديشن يا اما على الهيومن باور يا اما على السالاريز يا اما على الافريج. انا عايز المناطق اللي فيها مثلا مرتبات عاليه. مين الاماكن اللي تاخد مرتبات عاليه؟ ايه العلاقه يعني؟ عايشين مثلا في 6 اكتوبر ودول عايشين مثلا في في الجيزه مثلا الاخير. يعني عايز افهم العلاقه او اطلع الداتا دي ايه معناها. فانا في الاخر عايز اقول مثلا تعال نقول ان احنا مش عايزين غير الناس اللي هم الهيومن باور اللي هو الناس اللي شغاله اكتر من واحد. يعني مش عايز الاماكن اللي فيها واحد دي بالنسبه لي حاجات فرديه يعني حالات فرديه ما تهتمش بيها في الداتابيز. عايزين الحاجات اللي هي الايه اللي فيها شغل. فقلت له هم جاي قايل له ايه؟ الوير اصلا تتحط فين؟ قبل الجروب باي صح؟ اقول له ان ان الهيومن باور ده يكون اكبر من ايه؟ اكبر من واحد صح كده؟ هنشوف الصم في الوير؟ نشوف الصم في الوير. الحاجه في اي حاجه. طيب ضرب زعل قال لي هيومن باور ده انا مش عارف الكولوم ده. قلت له يا عم انا ما اقصدش انت عشان بس ده الياس اي صحيح يعني ايه نعمل زي ما حضرتك اسمك ايه؟ العيال استاذ محمد قال ان الكاونت اسيرس تكون اكبر من واحد. عملنا جو قال لي لا برضه انا مش في حاجه مش مفهومه. بس المره طلع لي الايرور السليم. قال لي بص انفاليد يوز اوف جروب فانكشن. قال لي انت دلوقتي بتستخدم جروب فانكشن. قلت له ايوه انا عارف انه جروب فانكشن. قال لي لا ما هو الوير مش الوير بتاعت الكونديشنز العاديه. في واحده ثانيه الكونديشنز اللي على الايه؟ اللي على الاجريجيشن فانكشن. اسمها الهافنج. الهافنج ايكوال الوير. بس لما تكون بتحط كونديشن على الديبت ورك على السيتي على الجندر على مش عارف ايه خليك في الوير. هتحط كونديشن على الكاونت على السم على الافريج على الحاجات دي خليك في الايه؟ خليك في الهافنج. يبقى انا لو عملت كده والهافنج بعد مين؟ بعد جروب باي. قلت له الكاونت بتاعت الاسترس تكون اكتر من واحد وجيت قلت له جو قال لي تمام. قال لي عندك في الجيزه فيها اربعه وفي الليبلس فيه اثنين وخلصت وكل المحايد الثانيه ايه؟ اتشالت لان احنا كنا ده اللي احنا عايزينه. خلاص وبالتالي نقدر نعمله على اي حاجه من الحاجات بقى نسيب التليفون شويه يبقى اي حاجه من الحاجات اللي هي فيها ايه اللي فيها جروبنج الحاجات اللي فيها جروبنج دي كانت بالنسبه لنا الفكره بتاعه الايه القصه دي. طيب يبقى عرفنا كل واحده تشتغل عليه ولا فيها مشكله؟ يبقى كده تقريبا اخذنا كل العناصر بتاعه الجمله. مفيش عناصر تانية في الجملة بتاعت السيلكت. في اوبريتورز وفي فانكشنز وفي قصة طويلة على فكرة لسه ما قلناش كتير بس الجملة بتاعت السيلكت اتكونت. يعني احنا عرفنا جملة الانسيرت انتو والفاليوز والبتاع وكان وخلاص ما كانش في حاجات تانية صح ولا ايه؟ عرفنا الابديت والست والوير وعرفناها الديليت وفروم ووير وعرفناها. هنا بقى السيلكت بقت السيلكت والفروم والوير والجروب باي والهافنج والاوردر باي. دي مكونات الايه؟ مكونات الجمله بتاعت السيلكت. تمام؟